نتوجه اولا لكل المنتسبين الجدد، توجه لهم تحيه كتير كبيره، قل لهم اهلا وسهلا فيكم. رفاقي انتو اليوم اخترتوا الطريق الصعب، ما اخترتوا الطريق الهين، اخذتوا الخيار انكم تنتسبوا الى الحزب يلي ما بيساوم، اخذتوا القرار انكم تنتسبوا للحزب يلي ما بيزيح، يلي بيضحي بنفسه كرمال لبنان، مش بيضحي بلبنان كرمال نفسه. اخذتوا القرار انكم تاخذوا الطريق الصعب، انما هيدا الطريق يلي انتو اخذتوه هو الطريق يلي بيقدر يبني لبنان للمستقبل.